السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فحلقة جديدة من ديننا حياة الذي يبث على قناة الندى الفضائية. أرحب بالسادة المشاهدين ونرحب جميعا بالأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. أكرمكم الله. أستاذ الفاضل، أزمة قديمة حديثة نحن الذين نخلقها، ألا وهي أزمة المغالاة في المهور وركود سوق الزواج عند المسلمين، الأسباب والدوافع والعلاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لو سألنا تفريعا على ما تفضلت به، أكرمكم الله، سؤالا، الزواج سنة من؟ نعم، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبل. نعم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النكاح نعم سنتي. نعم، فمن أحبني نعم فليستن بسنتي. نعم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، دائما أبدا كقاعدة. نعم، إذا ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نعم نجد فيه اليسر. نعم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما فيش وما نهيتكم فأتوا منه ما استطعتم. لا. النهي نهي. نعم، لأنه سلبي مقطوع فيه بالضرر. نعم، فلا تضروا أنفسكم، أما المأمور به فالذي تستطيعه فقط. نعم، وبما أن النكاح والزواج هو هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه حكم بأن أبرك الناس وأكثر الناس بركة أقلهم مهورا، أقلهن مهرا أعظمهن بركة. نعم، وبما أن الزواج يساوي إغلاق أبواب المعصية والخنا والفاحشة في المجتمع، فإن دين الإسلام يرغب فيه، وبقدر ما رغب فيه بقدر ما يسره وسهله. نعم، لكن الإنسان ظلوم كفار، وبقدر ما ييسر الله بقدر ما يعسر البشر. نعم، للأسف الشديد. فبعض الناس يقول إن سيدنا عمر عندما وقف وأمر بعدم إغلاء المهور، وقالت المرأة لسيدنا عمر وهو على المنبر: وأتيتم إحداهن قنطارا، وبناء على ذلك فلا مانع من الإغلاء، إغلاء صداق المرأة. نعم، أو صداق النساء. نعم، نقول لمن يقول هذا: أولا، هذه واقعة لا عموم لها. ثانيا، مناسبة هذه الآية ذاتها في الفراق وليست في الطلاق، يعني لو أنه أعطاها كنوز الأرض لكنه طلقها فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ نعم، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهي جاءت في مناسبة الطلاق والفراق. نعم، وليس في مناسبة نعم الزواج. وبناء على ما تقدم، لماذا حدث ما حدث؟ لأننا للأسف الشديد من المجتمعات التي تنظر بلا وعي إلى أفعال الناس ولا تضبطها بشريعة الله. بمعنى أن ابنة عمها تزوجت بكذا، فلا بد أن تكون القائمة مثلها. هي سقطة من الإيه؟ هي وقع من السماء، هي نزل على الأرض، إشمعنى هي وابن بنت خالتها جايبه؟ مجتمع اشمعنى؟ طيب، هو فلان، هل يا ترى الله سبحانه وتعالى سوى بيننا جميعا في الرزق؟ الجواب لا. لا طبعا، والله فضل نعم بعضكم على بعض، على بعض في الرزق. نعم، فإذا كان المولى تبارك وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق،
فكيف يحكم بعضنا على بعضنا قياسا على غيرنا؟ الله، جميل. لا يجوز، لا يجوز قياس الشاهد على الغائب. نعم، لأن هذا قد يكون أغنى مني أو أنا أغنى منه. نعم، فلا تقيس الفقير على الغني. نعم، والبيوت فيها أسرار. نعم، إذا كان الأمر كذلك أيضا فإن من حق البنت أن تتزوج إذا أرادت الزواج، ومن حق الابن أن ييسر له هذا الزواج. المؤسف حقا أننا جعلنا الزواج، وده السبب الرئيس والإجابة على سؤال حضرتك، تفضل، في إيه اللي خلانا نخلي أو نجعل الصداق بهذه الدرجة من التعسير والخنق واسفكسيا الخنق، حتى أصبح كل من الصهر والصهر يعني يأتي بكل واحد منهما بالآخر لمس أكتاف كما يقال. نعم، الاثنين يعني يخلوا بعضهم كما يقال بالعامية على الحديدة. نعم، لأنهم عاوزين يجيبوا ويجيبوا ويجيبوا. نعم، أنت معاك ما تجيب. نعم، من غير ما تفرض على غير. نعم، وتكامل أنت وهو. نعم، وأشد ما في الأمر وأصعب ما في الأمر أننا جعلنا هذا لون من ألوان التفاخر، قايمة بنتي مش عارف كام من كام صفر على اليمين، يبقى لازم بنت فلان تبقى زيها أو بنت فلان زي بنت علان. وبعدين في المجتمعات المقفولة قوي بنعمل عرض أشبه ما يكون بالعرض العسكري للعفش، والعفش ده إن كان هيبقى واحد من اتنين، نعم، إما أن يكون نفيس جدا جدا وإما أن يكون وضيع جدا أو متوسط، نعم، ولا رابع. نعم، طب إذا كان عظيم جدا ورآه واحد، نعم، جائع هيحسده وزيك يخربشه بعض يطلقوا بعض، سبحان الله، والسبب إيه؟ نعم، الفخفقة. نعم، طب وإذا كان تعبان جدا الناس كلها ستنظر إليه، نعم، وستتعطف بقلوبها وتمصمص لهم، إيه اللي جايبينه ده؟ إيه اللي جايبينه الكلام الفارغ اللي جاي ده؟ أما إذا كان متوسطا، طيب إذا كان متوسط لا هو ولا هي، نعم، والأخير الأمور الوسط، وفي الأول وفي الثاني وفي الثالث، نعم، من أكبر أنواع الخراب البيئي والمجتمعي، نعم، العرض العسكري بالعفش، عيب وخطأ وخطيئة ولا دخل للناس فيه. نعم، ماذا يعني أني أرى أن أرى عفش غيري الذي سيدخل بيته؟ لون بقى من ألوان التباهي وال... وماذا يعني التباهي؟ ما الذي سيأخذه؟ قد يجر علي ويلات. بالعكس، قلت إما أن يكون محسود، نعم، وإما أن يكون محتقر. نعم، لأن عندنا وعارفين التلاجة الفلانية أفرس من التلاجة، والغسالة العلانية أفضل أحسن من الغسالة دي، يبقى إذن ده جايب حاجات كلها يعني، عد الأمور كده. نعم، أيما كان فأنا أحترم العقلاء في زواجهم، والإسلام يحترم العقل. نعم، في الزواج. نعم، هات الحاجة اللي انت هتجيبها، نعم، طلعها من سكات على بيت الزوجية، نعم، اكتبوا أيمتكم من غير ضجيج، فرحة العريس هي عروسته، فرحة العروسة هو عرسها، نعم، كل ما سوى ذلك لون من ألوان الافتخار المؤدي إلى خراب البيوت، إلى فساد البيوت، إلى وضع سموم العيون في البيوت، نعم، ولذلك تنتهي افتخار زائف الزواج خلال لحظة، يكونوا ضربين بعضهم ألمين، نعم، وطلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف الشديد أستاذ الفاضل، إذا حصل المغالاة في المهور، ألا يجر هذا الشباب إلى أن يسلكوا طريق الحرام ولكن لا مبرر أن يسلكوه؟ صحيح، هذا يحصل؟ هذا يحصل؟ نعم، كلما ضيقنا أبواب الحلال فتحنا أبواب الحرام على مصارعها. نعم، نعم، كلما مزنوا الشباب في الحلال، نعم، إيه الحرام ببلاش؟ نعم، نعم، طبعا زي ما تفضلت، نعم، نحن لا ندعو إلى رذيلة، أبدا، حاشا لله، أبدا أبدا، لكننا فقط نضرب أجراس الخطر. نعم، أفيقوا أيها الناس، نعم، إذا جاءكم
مش من ترضون جيبه وفلوسه ورصيده في البنوك وسيارته الحلوة واللي واللي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وعنده المعيشة المعتدلة المحترمة المتوسطة التي تطعم الفم وتداوي عند المرض وتأتي بمكان للإقامة محترم وتصرف على البنت وعلى أولادها ولا يحتاج إلا إلى الله واستطاع المؤنة، فمن العار أن نتأخر عنه إذا رغبت فيه المرأة أو رغب هو فيها. الاثنين بيحبوا بعض وعنده الحد الأدنى للمعيشة، زوج وتوكل على الله ولو كان 60% صواب. هل يأثم الأب والأم إذا امتنع عما قلته؟ بالتأكيد إذا كان للبنت رغبة وللولد رغبة في قبول. في بعض الناس يقول لك أنا هعاقبه إزاي يخبط على بابي، يا الله، يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه. في بعض الناس بيقولوا يا أرضي إن هدي ما عليك أدي. مين اللي زي عشان يخبط؟ ده الحقير ده يخبط على بيتي عشان يطلب بنتي؟ ده أنا هوريه الويل والثبور وعظائم الأمور. في بعض الناس لا حول يأخذون من الإنسانية ألوهية والعياذ بالله مزعومة على الأرض. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعم، ولذلك قد تضربه ابنته يعني على خده الأيمن والأيسر. نعم. وتتزوج عدوه رغم أنفه. يا الله. لأننا لا يجوز لنا أبدا، لا ما وجدت للمتحابين مثل الزواج. نعم. حب بعضهم عنده الحد الأدنى للمعيشة. نعم. له عمل يعمل به، استطاع الباء زوج وتوكل على نعم. الله. نعم. ليس للأب ولا للأم دخل والدخول إلا شيء واحد. نعم. النصيحة. نعم. أنصح. نعم. ما زاد عن النصيحة. نعم. لا إجبار في دين الله فلا إجبار للبيت. نعم. ودخول البيت يكون من بابه، وقت البيوت من أبوابها. نعم. نعم. ولذلك دائما وأبدا مسألة إغلاء المهور. نعم. وفي بعض الدول العربية قد يشترط عليه أشياء غريبة جدا. نعم. لها ولسمياتها واللي شكلها واللي لها اسم زيها يجيب لها بكذا قد كده ذهب يجيب لهم كلهم. يا الله. أما ليه وما كانش يقدر بعضهم ممكن يجمع ثمن طيارة. يا الله. في بعض المجتمعات نعم. العربية. نعم. فمسألة غلاء المهور مسألة مدمرة للحلال. نعم. مسألة مشجعة للحرام. نعم. للمخادنة للمخاللة. اللي ما يعرفش يجيبه بالشيء الفلاني يجيبه بلاش. نعم. بأنه يشاغل أيدية يعمل كذا يسوي كذا. نعم. رغم أنه حرام ولا يجوز أبدا. نعم. إنما يجب على الآباء والأمهات أن يتيقظوا لمثل هذه الأمور. نعم. وأن هناك بعض يعني الصبيان أو البنات يعيشوا على الدردشات وعلى الأبواب الخلفية وعلى الأنتمة وعلى التقابل في الخارج. نعم. ليه؟ لأنه لو راح لأبيها. نعم. سيخمش وجهه بيمينه يطلع عينيه على كرسي خده. يبقى يعمل إيه؟ نعم. يحب بنته من وراه. نعم. طب ما الصواب إن إحنا نقول وقت البيوت من أبوابها وتعالونا في الشمس. نعم. وتعالونا في النور. نعم. وبلاش نبقى زي الخفافيش. نعم. وعلى الأباء أن يفعلوا هذا ويخففوا ويجب فقط. نعم. وهذا ما أؤكد عليه أن أضع الإنسان الذي يتزوج ابنتي تحت الميكروسكوب الدقيق. نعم. أخلاقيا. نعم. هل يستطيع أن يتكلم؟ نعم. هل يستطيع أن يتفاهم؟ هل يعرف حقوق الزوجية؟ هل يعرف حقوق الأب والأم؟ هل يعرف حقوق المصاهرة؟ أم إنه يهرف بما لا يعرف؟ نعم. ساذج. نعم. يا أي إنسان يستطيع أن يأتي به لمس أكتاف. نعم. لم يتعلم، لم يتفقه، لم يتفطن. نعم. لا يستطيع أن يسود امرأة. نعم. فكيف أزوجه؟ نعم. للي يتك عليها كل أب وكل أم. إيش. مش مسألة مادية بحتة. الزواج أصبح صفقة خاسرة. نعم. أن تحول إلى أرقام. الله أكبر، الله أكبر. يبقى في نهاية الحلقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمدة في بابه، أقلهن مهرا أعظمهن بركة. بارك الله فيكم. في نهاية الحلقة نشكر جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، شرفتنا ونورتنا فضلت الدكتور. بارك الله فيكم وزادكم. طبتم الشريف. وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.